بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا سيدنا يا عبد. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، إخواننا التي تتسم بالصلاح على ضوء ما أمر به الرحمن ونصح به. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. شو مصير بعد شاد كوا لف الزمان وغدرها المكان، ولا هي غدرت المكان انت امرها؟ لا والله، لا والله، لا والله، احنا ينتظرنا ما يثلج صدورنا الى ابد الابدين، جنة النعيم، نسمع ربنا العليم يقرأ علينا قرآنه الحكيم، ونرى الأنبياء عليهم السلام، ونشرب من يد قائدنا محمد عليه السلام شربة لن نظمأ بعدها أبدا، والسلام.